أنتم من قلب سوس ومن تاردات تقدمون لكل الاتحاديات والاتحاديين العزاء في فقدان أخي العزيز علينا ألا وهو أخونا أحمد الزيدي. جوابكم هذا اليوم هو جواب لكل الذين يتاجرون بفواجع الآخرين، لكل الذين يحاولون استغلال الفاجعة للإساءة لحزبكم. نقول لكل هؤلاء وأتوقف: لقد كان أحمد اتحاديا وتوفي اتحاديا، وغير ذلك فلن يستقيم.